السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى من قناة سنسونة سلوى. دايما بتسألوني عن محضرة الطعام والخلاط اللي هي ايدينا التانية في المطبخ، نشتريها ازاي ونبص على ايه واسعارها والكلام ده. النهارده هنقول لكم التجربة كاملة. رحت اشتريت محضرة طعام وكان فيها، انا كنت حاسة ان كان فيها عيب في الصناعة، وفعلا جربتها ورحت ارجعها. هنقول لكم التجربة كاملة. ولو انتي بتفكري تشتري محضرة طعام، اول حاجة هتبصي عليها هي الوات. الوات ده حاجة مهمة جدا. فأول حاجة لفتت انتباهي هو ان هو كان 800 وات. الجهاز ده اسمه ايموجي 4x1 ورقم الموديل باين على الشاشة. تعالوا اقول لكم الاول كمان على سعره. سعره كان في عرض نازل ل139 ريال تقريبا بالمصري، يعني 625 جنيه. قبل العرض كان 179 تقريبا. والحقيقة ان هو بالنسبة للحاجات الاوبشن الموجودة فيه، فالسعر ده هيكون مناسب جدا مقارنة بالحاجات التانية. انا عندي طبعا اللي عايز يشوف محضرات طعام تانية، كان عندي براون هحطها دلوقتي تبان فوق على الشاشة، وكمان كان عندي كينوود. فكل حاجة بيكون ليها حاجة. تعالوا بقى الاول نتكلم على حاجات مهمة جدا وهي اللي بتبوظ الحاجات دي بسرعة. طبعا بنكون جايبينها عشان نخلص فيها بسرعة، فنحط فيها البصل، نحط فيها الفواكه، نحط فيها الجبنة، المكسرات، ونفضل دايسين على الجهاز كده وقت طويل، فده بالتالي بيحرق الموتور. كاتبين في الجدول ده الكمية اللي انت تحطيها بالجرام وكمان الوقت بتاع التشغيل، وده ما بيزيدش يا جماعة عن 10 ثواني. فنحط ايدينا كده 10 ثواني ونشيل ايدينا وهكذا. دي الباور بتاعتها، والفيشة دي محتاجة عندي هنا مشترك، ودي الهراسة، يعني بيجي مع الجهاز ده اللي هي بتاع الفرم اللي هي بتفرم كده، وكمان الهراسة ومضرب للبيض والكريمة. بيجي معاه كذا حاجة اهو، وده الحامل اللي هو مفروض يتحط عليه، مش مفروض يحطه كده، ولكن انا بس ايه لسه بفتحها ولسه تجربة جديدة، ما عنديش اي حاجة من اموجي قبل كده، ودي اول حاجة بجيبها من الماركة دي. طبعا الصناعة بتاعتها صيني. وتعالوا بقى طالما احنا جبناها كده وشفنا الملحقات بتاعتها، تعالوا بقى نجرب، والتجربة هتكون خير برهان لكل حاجة. شايفين الشفرة بتاعتها؟ دي الشفرة بتاعتها، يعني تعتبر مش شفرة، طويلة شوية. اول حاجة طبعا هتغسليها وبمية وصابون عادي، وبعدين تنشفيها. انا كده غسلتهم، ويلا بقى نبدأ على طول نشوف ايه اللي ممكن نعمله فيها. هنجرب فيها كذا حاجة، هنجرب فيها الحاجات الاساسية، البصل، الفلفل، وكمان طبعا هجرب فيها افرم اللحمة والدجاج ونشوف هل يا ترى بتفرم ولا لا. طبعا البصل هقطعه صغير وابتدي احطه. ما نحطش كتير زي ما اتفقنا، هنحط حوالي، هم كاتبين من البصل نحط 200 جرام من البصل، يعني حوالي كده بصلاية او بصلتين، يعني ما تكتريش عن بصلتين متوسطين الحجم. تعالوا بقى نشوف الزراير كده. عندي زرارين، زرار فيه سرعة اولى وده لقيته بطيء جدا صراحة، والزرار التاني اللي هو التربو، لا انا حاسة ان البصل كده ما اتفرمش كويس، يدوب اتقطع. شايفين كده لسه متقطع كبير، لا انا عايزاه يبقى مفروم اكتر من كده، لان في اكلات كتير بكون عايزاه ناعم خالص. تعالوا كده نزود تاني السرعة ونشوف. دلوقتي بدوس على التربو، لا برضو مش حاسة ان البصل بيتفرم بالشكل اللي انا عارفين انتوا البصل الناعم طبعا، لا لسه البصل خشن. طيب نحاول كده نطحن تاني. انا فوجئت صراحة وانا بشتغل ان هو السرعة اللي فيه مفروض يكون فوق في الزرار اللي هو الدايرة ده، فيه يكون زي مفتاح كده بيغير السرعة. شايفين كده رقم واحد مفتاح السرعة، فلما جيت ادور على مفتاح السرعة ده هنا مش لاقياه. فمتهيألي هيكون فيها كده عيب في الصناعة كده. هنا في مفتاح السرعة اللي هنا، شايفين الدايرة دي مفروض يكون فيها مفتاح بيغير السرعة، يعني مش معقول السرعة تكون واحد وتربو فقط. فاعتقد ان هي كده هيكون فيها مشكلة. هنشوف، كملوا معايا ونشوف. طيب قلت اجرب تانية اطحن حاجة تانية، فقلت اجرب اطحن فلفل برضو بنفس الطريقة، برضو اتطحن معايا خشن، ما اتطحنش ناعم ولا اي حاجة. طيب هي طالما طحنت البصل كده والفلفل، تعالوا نجرب نحط فيها صدور الدجاج
وكمان نحط الوراك، يعني اكني عندي صدور وراك. لو انتي مثلا هتعملي كفتة دجاج او كده، تعالوا نشوف هتفرم ولا لا. التجربة خير برهان. وبرضو الكمية نخلي بالنا لما نيجي نحط، اقصى حاجة بتكون 300 جرام، وزمن التشغيل بيكون 15 ثانية بالكتير. شايفين كده انا بقعد ايه اقفل وافتح، وطبعا انا مسرعة الفيديو شوية. هل يا ترى هتطحنهم؟ الحقيقة اتفرموا ناعم جدا، غريبة جدا. يعني هي دلوقتي قطعت الخضار تقطيع وفرمت الدجاج كويس جدا جدا، حتى المحضرة اللي عندي اللي هي كنود ما بتعملش كده، ما بتعملوش ناعم كده في وقت قليل كده. يبقى هي كده ممتازة في الفرم بتاع الدجاج. طيب ده شجعني، خلاني اروح اجيب حتة لحمة، حتتين لحمة هم، وحتة لحمة عادية زي اللي عندنا كلنا، ما هيش حمراء قوي وما هيش فيها يعني دهن ولا حاجة. وطبعا قطعتها صغير، وده اهم حاجة، قطعي الحاجة صغير قبل ما تحطيها. هل يا ترى هتفرم اللحمة زي ما فرمت الدجاج؟ هنشوف. الوعاء ده السعة بتاعته 500 ملي، تعالوا بقى دلوقتي نفرم اللحمة. وبرضو زي ما اتفقنا ايدينا خفيفة كده على الزرار، يعني ما تسرحيش بقى، لان ده بجد اللي بيبوظ اي محضرة طعام، بتسخن منك قوي وبعدين تبوظ. ايه ده، ما شاء الله ولا قوة الا بالله، فرمت اللحمة ناعم جدا في وقت قليل جدا. اذا ناجحه جدا في فرم الدجاج وفرم اللحمه. بالنسبه للبصل، لو انتش فارق معاكي، شايفين اللحمه ناعمه ازاي اهو. طيب اكتبوا لي تحت في التعليقات عايزيني اجرب ايه تاني فيها. انا دلوقتي جربت البصل والفلفل والدجاج واللحمه، كانوا الى حد ما نتيجه معقوله، ولكن لسه الزرار اللي انا بقول لكم عليه، زرار السرعه ده، انا حاسه ان هو كده دي لسه فيها مشكله. فهروح بقى على السوبر ماركت ان شاء الله لما يرجع جوزي من الشغل، هقول له ان هي طلع فيها مشكله وعايزه اروح اشوف فيها مشكله ولا ايه. هروح نفس المكان اللي انا جبتها منه، انا كنت جايباها من هايبر باندا، فقلت على طول اخش كده على اللي هم حاطينها في العرض وابص هل يا ترى فيها زرار ده ولا لا. قلت عايزه اتاكد الاول، سبت جوزي بره يتكلم مع خدمه العملاء، والحقيقه اللي هو قال لي ان هم عاملوه كويس جدا، وقالوا له ورينا فيها ايه المشكله. هي دي اللي انا جبتها، دي اللي هي في العرض عندهم في المحل. ايه ده، زي بتاعتي بالظبط، يعني ما فيهاش الزرار بتاع السرعه. يعني هذا ما فيه سرعه، منظم سرعه، هذا ما في ايه اللي فيه، هذا موديل ثاني، سعر ثاني، ثاني بسعر ثاني، ومواصفاته اكثر من ده، امكانيات اكثر من ده. طب ما ده سعره اكثر، هذا وات اقل، هذا في ده اصغر منه مع ذلك فيه. شوف هذا اصغر منه، ما في بسرعه، في في ها مصور. هذا هو، ايوه هذا فين هو؟ مظبوط موجود في هذا. هذا في سرعه، هذا نفسه، بس انه هنا انه بيديك 4 في 1 او 3 في 1. اه ده في قطعه اقل بس. فالموظف بتاع خدمه العملاء مشكورا، يعني وضح لنا ان كل موديل بيكون ليه ظروفه، وتقريبا الكتالوج ده كان هو بيحطوه في كل حاجة، فعلشان كده كان مكتوب في الكتالوج ان رقم 1 ده هو مفتاح السرعة، والمفتاح ده مش موجود. فكان عندي القرار، والموظف بتاع خدمة العملاء قال لي لو عايزة ترجعيها، وانا الحقيقة لقيتها ان هي بالنسبة لسعرها والوط اللي فيها تستاهل السعر ده، فعشان كده مرضتش ارجعها. السعر في السعودية قلت لكم عليه ومكتوب دلوقتي على الشاشة، والسعر بالمصري كمان، رقم الموديل مكتوب برضو عندكم. اي استفسارات عايزين تكتبوها اكتبوها تحت في التعليقات، وان شاء الله احاول اساعدكم. بنصح بيها لاي حد عايز حاجة تكون تفرم الدجاج، تفرم اللحمة كمية تكون معقولة، البصل والثوم والفلفل والحاجات دي ما بتطحنهاش كويس، ولكن هي بتقطعها يعني ما بتفرمهاش ناعم جدا، فهي هتكون الى حد ما عملية عندي. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون افادكم، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو تاني، ومع السلامة.